الغزوة البربرية للشمال السوري. أردوغان قطعة من قطع الشطرنج. أردوغان قطعة من قطع الشطرنج. قطع الشطرنج الذي تحركها القوى الأعظم لاستكمال ما بدأته 2011. 2011 كان مخطط، أنا ما ننساش أن هناك هدف في منطقتنا العربية هو إجهاض كل القدرات العربية وتفتيت الدول العربية إلى دويلات. بدأوها بتنظيم الإخوان اللي جابوه في مصر، وكان التنظيم ده هيتولى هذه العملية. وزي ما سمعنا لما وصل مرسي وأول حاجة قالها لبيك سورية، أيوة. بعد كده لبيك ليبيا، لبيك السعودية، لبيك الكويت، لبيك ولبيك لبيك، كان زمان خلصت الدول العربية. لما حضرتك جيت أزحت هذا الكابوس 2013، احنا في عندنا حتى في الفكر العسكري في حاجة اسمها إغارة تبدأ صامتة وإذا انكشفت تنقلب إلى صاخبة، أو أقربها للمستمع اللي ملوش في الشغل العسكري، إن لص داخل يتسلل داخل البيت بيحاول يسرق أو يعمل عملية في صمت وأهل البيت نايمين، أول ما يصحوا بيتحول إلى طوفان قاتل يقتل أي حد لقبله. صحيح صحيح. هي دي لما سقط الإخوان في مصر ظهر الوجه الآخر بقى اللي هو داعش. من هي داعش؟ داعش يمتداد للقاعدة. طب مين اللي عمل القاعدة؟ والقاعدة دي جاية منين؟ جاية من الإخوان كلهم. قال يوسف القرضاوي قال كده، وأسامة بن لادن قال كده، كلهم قالوا إنهم امتداد لبعض. لكن المهم داعش لما جت منين؟ جابوهم في من جاء من أوروبا، وكل اللي كان بيجي من أوروبا بيخش يتفرج في تركيا وبعد كده يدخل على الرقة وعلى الموصل. وداعش اللي هي ظهرت فجأة دولة مساحتها أكبر من مساحة بريطانيا في شمال أو في سوريا والعراق وقت واحد. الناس دول خلاص أتموا ما أرادوه منهم الأمريكان في هذه المنطقة والأهداف اللي لصالح إسرائيل.